تختلف أزمة كهرباء مدينة النبطية وضواحيها عن غيرها من المناطق اللبنانية، فالمشكلة مضاعفة بسبب عطل في محول محطة الزهران لم يجري إصلاحه منذ فترة تطول عن 8 أشهر، والناس تعيش معاناة مضاعفة. بالنسبة لتأمين الكهرباء عطل فترة طويلة، يعني صرنا حوالي السنة بنعاني منها بتحويل كهرباء الزهران إلى مناطق تانية، ونحن عم ناخذ منطقة صور. يا أخي ما في مي، ما في كهرباء، الكهرباء صار لها قديش مقطوعة، أنجا يمكن عم تيجي ساعتين بالنهار. في وعود بأنه يكون في محول للنبطية، مفترض ب10 شهر يكون يتحقق هيدا الشيء، وهيدا تاني وعد وتالت وعد وما تحقق، في مماطلة بهيدا الموضوع. في عنا مشكلة بالنبطية بتعود أسبابها، أولاً مشكلة المحول بالزهراني اللي صرنا ما يقارب 9 أشهر كبلدية ومجتمع مدني، إضافة للفعاليات السياسية والأحزاب والنواب والوزراء بما فيهم الرئيس بري، كل العالم مشكورة اشتغلت بهذا الموضوع. كنا عنا آخر وعد أنه 1-8 تركب ترانس، اليوم احنا صرنا 7-8، وبعد مصلحة كهرباء لبنان بشخص مديرها العام ما تجاوب مع مطالب الناس. أزمة الكهرباء سببت أزمة مياه في المنطقة، إذ لا تستطيع المولدات في أبار فخر الدين ضخ المياه لتغذية أكثر من 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب ضعف التيار الكهربائي. وكمان شغلة تانية عم تأثر على الكهرباء على قصة توزيع المياه، نحن قسم كبير من مدينة النبطية والمنطقة بيتغذى من مياه أبار فخر الدين، هيدي الطنبات الموجودة تحت إذا ما اجت الكهرباء مضبوطة ما بتقدر تغذي. وموضوع الكهرباء مرتبط بموضوع المي، مي كمان ما في، وما في عدالة بتوزيع المي بين الأحياء وعلى الأحياء. اجتماعات عديدة عقدت في مكتب محافظ النبطية القاضي محمود المولى بحضور فعاليات المنطقة والأندية والجمعيات المدنية، إضافة إلى البلدية وممثلي الأحزاب، كل ذلك من دون جدوى، والمشكلة لم تحل لتصل الأمور بعد أشهر إلى تدخل نواب المنطقة، وحتى الرئيس نبيه بري وضع يده في الملف ولم تلتزم شركة الكهرباء بالوعود لحل العطل. اللي عندهم اطلاع على الملف هني الوزير ياسين جابر، الأخ أبو حسن، والأستاذ عبد اللطيف الزين، والحاج محمد رعد، نواب المنطقة 3، والأخ أبو حسن اللي لعب دور بالمرحلة الماضية بإيصال شكوينا إلى الجهات المعنية وضغط معنا هو والوزير ياسين جابر من أجل حل هذه المشكلة. ما هي المفاجأة أنه مع تدخل الرئيس نبيه بري بالوزن الذي يمثل دولة رئيس مجلس النواب وما انحلت القصة. طيب انه اذا الرئيس بري ما قدر يحلها شو بنعمل؟ بنروح نجيب الدواعش يحلوها يعني؟ سؤال برسم وزير الطاقة عن أزمة محافظة كاملة هي صورة عن أزمة بلد كامل.